اهلا بكم اعزائي المشاهدين. انا دلوقتي بقدم لكم فيديو عن ان احنا دلوقتي هنشوف مشهد مؤثر، واللي هيعيط الاول هو الخسران. ودلوقتي انا بتمنى ان انت يعجبك الفيديو وتعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت. ودلوقتي هو هيعمل حاجة كده. ايه ده؟ انا بقى هعمل ده كده. واحنا يا اعزائي المشاهدين احنا بنقدم لكم حاجة كده. احنا مؤخرا يعني يوم الاثنين كده اشترينا لعبة تليفون دوت تليفون لعبة. اللعبة ديت ان انت بتحاول تحط البابلز ديت في كده زي كده. يا جماعة شايفين النقطة دي؟ شفتوا الكرة الحمراء جوه ازاي؟ ديت اللعبة يعني انا اشتريتها يوم الاثنين من الملاهي. وانا كمان. وبتحاول تدخلهم بقى جوه. بس ديت مش بالتحريك، تحرك لما تخلص بس. لكن هو كويسة يعني اللعبة دي، هتنبسطوا منها اوي. احنا اشترينا اتنين منه. ودولت يعني من الملاهي اشتريناهم ب70 تيكت. ودلوقتي يلا يا جماعة نبتدي الفيديو عشان ما نضيعش في الوقت. يلا نبتدي. انا هحكي لكم القصة لانها ملهاش ترجمة. دوت المفروض راجل عجوز فقير ومعاه تلاتة كوينز، دول بس اللي معاه. هو فقير جدا طبعا. مشهد مؤثر صح؟ هو دلوقتي بيمشي كده في الشارع. لا مش بيطلب، هو بيجيب عربية جر كده. الناس هو بيساعد الناس. الناس شيء وبيلم الزبالة من الأرض بقى. والناس بيعملوه بقسوة جدا، بيرموا الزبالة عليه. والناس ديت بترمي الأكل قدامه وهو بيتحسر ومش عايز يهزر الأكل، ومش عايز يهدر الأكل دوت صح؟ احنا هنعمل كذا فيديو مؤثر في رمضان يعني، ده مش الأول بس. لو انتوا عجبتكم الفكرة يعني ممكن نعملها تاني. اعملوا في الكومنتس. دلوقتي في بنت عايزة تشتري وهي معهاش فلوس واصحابها كلهم رايحين. راح الراجل دوت العجوز مديها فلوس وهي راحت تشتري من البياع زي بقية اصحابها وتنفذ زي ما هي عايزة. لكن البياع كمان طيب واداها نص جنيه هدية، نص كوينز. لا في ناس عشرور جدا على فكرة. دلوقتي انا مش فاهم يعني المشهد دوت، لما انا كنت بشوف الفيديو قبل كده عشان اعرضه يعني. ده وهو بيمشي كده والبنت موجودة. كان في حرامية بيسرقوا شنطة ست، بعدين رجله اتكسرت، الرجل المقطوعة بتاعته. هو عنده رجل مقطوعة ودي رجله الصناعية. الحرام هو أنقذ الشنطة، وقعت في ايديه وماسكها. ده الحرامية قاعدين يضربوه وكسروا له رجليه الصناعية كمان. مشهد مؤثر أوي صح؟
كسروا هالو وضربوه. بصوا المشهد من فوق كده وهو مضروب. ودلوقتي جت صاحبة الشنطة وقالت له انت اللي خدت الشنطة، انت الحرامي، مع ان ده غلط، ده كان هينقذ الشنطة. وجزاء الاحسان السجن. دوت المشهد المؤثر، يعني اكتر حاجة مؤثرة في الموضوع. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة تأثرتوا بيها. ده كده هو اتسجن ولا سبب اساسا. وهو بيقول في نفسه هو جزاء الاحسان السجن، وهو زعلان كده. بيقدموا خبر على التلفزيون في بيت البنت، بيقولوا ان هم قبضوا على راجل متهم بسرقة شنطة، لكن ده طبعا مش حقيقة. ده وهو في التلفزيون. دلوقتي هي جت وهتحط جنيه هنا وبتتصل بالشرطة. هي بتقول لهم بقى اللي حصل. بعدين الناس تقريبا يعني بصوا خرجوه من السجن. مشهد حلو صح؟ دلوقتي بقى الناس فرحت بيه، وصاحبة الشنطة جت اعتذرت له وقالت له ان هي كانت غلطانة وان هو كان بينقص شنطتها. والبنت جت اهتمت بيه وركبوا له رجل صناعية تانية، وحس ان في ناس بتهتم بيه. ودلوقتي احنا بنقولك هتلاقي هنا فيديو جميل من فيديوهاتنا، وكمان لو ضغطت هنا هتشترك في قناتنا، وبكده مش هيفوتك اي فيديو لينا. كمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت عشان ما يفوتكمش اي جديد. اشوفكم في فيديو جديد، باي. واحنا دلوقتي لعبة التليفون ديت، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. والفيديوهات اللي هتبقى جاية محتوياتي في رمضان يعني هي هتبقى اعتقد يعني كتير، هتبقى من ASMR اللي انا قدمت لكم فيديو عليه قبل كده وعجبكم جدا اثناء ساعات الصيام، ان انت تشوف فيديو مجوع وتحاول ان انت ما تجوعش. يلا باي باي.